اهلا بيكم متابعينا. احنا دلوقتي موجودين في قرية اشليمة التابعة لمركز إدارة البارود مع حالة نادرة جدا. عم ماهر بقاله من سنة 2003 وهو بيلاقي الحجر المنقوش رباني بلفظ الجلالة، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده الحجر منقوش رباني بلفظ الجلالة، ويعني كلمة الله وسيدنا محمد. ممكن تظبط لنا بس الحجر ده يا عم ماهر دي يعني؟ اللي قدامنا دي مكتوبة على مسلم، ده مسلم. معانا بقى عم ماهر، عايزينك بقى يعني ده مكتوب عليه دي ودي الله الله ودي مسلم، ده حجر مكتوب عليه الله، اسم سيدنا محمد عليه السلام. عايزينك بقى تعرفنا كده بنفسك وتقول لنا ايه حكاية الحجر معاك، وامسك لنا اكتر حجر ظاهر عليه اسم الله. ماشي هي دي هي. ماشي ودي ده مكتوب لا اله. عرفنا بقى كده بنفسك الاول. وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسمي ماهر عبد الرسول مصطفى جاد، من قريه اشليمه مركز انتاج البارود محافظه البحيره طبعا مصر. طبعا قول لنا بقى يا عم ماهر، بدات امتى تلاقي الحجر اللي مكتوب عليه لفظ الجلاله والحاجات دي، بدات تلاقيها امتى؟ والله 2003 انا كنت رايح مستشفى اشليمه. ممكن تعلي صوتك بس؟ انا كنت في 2003 رايح نكشف على بنتي ايه، بنتي الكبيره يعني، في مستشفى انتاج في مستشفى اشليمه. المهم انا وانا ماشي في الشارع لقيت حجر صغير كده لونه اسمر، تقريبا عرفت بعد كده لو حجر عقيق ماشي، مكتوب بداخله لفظ الجلال، مكتوب داخله الله. انا بدات اهتم بالحديد، بعده بدات ابحث وانا ماشي في الطريق في المحاجر. سبحان الله يعني لقيت ما حصلت على مجموعه كبيره من الاحجار مكتوب عليها لفظ الجلاله واسم سيدنا محمد عليه السلام واشياء كثيره اخرى يعني. طيب ايه الصدفه اللي خلتك يعني انت لقيته صدفه يا عم ماهر؟ صدفه. ومن سنه 2003 انت اتعلقت ان انت تروح يعني تروح كل محجر بقى وتدور فيه على الزلط، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ هي اختار من الصدفه يعني، هي اختار نتيجه او بسموه يعني ايه ثمره من ثمرة الذكر يعني. انا كنت دايما كنت نحب نذكر لفظ جلال او لا اله الا الله. بتحب تذكر ربنا كتير فعشان كده اسم ربنا بيظهر. لا اله الا الله بالذات يعني. تمام. هل بقى حدث في حياتك حاجة غريبة بعد ما بتلاقي الزلط ده؟ حسيت ان في حاجة بتتغير في حياتك؟ حياتي يعني ياما جدا. وكل واحد معرض مثلا للفتن او المشاكل او كلام من دي، حاجة خطيرة جدا يعني. ممكن نقولها او يعني لو انا فكرت في اي شيء مثلا يعني كده او كده نلاقي لفظ جلال. فكرت في اي شيء كده او كده يعني ازاي؟ يعني مثلا لو حد زعلني او غيره او مثلا يعني ايه يعني بدات يعني نشرت شويه يعني، كلنا البشر كله خطاء ماشي، يعني بدات مثلا يعني يعني كده نلاقي لفظ جلال قدام، نلاقي زلطه في لفظ جلال تلاقي يعني لو انت ماشي في الشارع بتلاقي زلطه ظاهره لك في مباشره على طول يعني ماشي. وقت ما تكون انت هتعمل ذنب معين او زعلان او غير او كلام من ده. حتى في مره من المرات انا كنت مخنوق وزهقان ومش عارف نعمل حاجه خالص نهائي، على الرغم سبحان الله الواحد عارف الاذكار وعارف حاجات ياما جدا ماشي. المهم انا ماشي عند المقابر، مقابر اشليمي. كنت رايح لغايه في مقابر القريه. لا مش في المقابر، في جوار المقابر يعني. في الطريق العموم لقيت زلط مكتوب عليها زاء ورسمه الحوت في الناحيه الثانيه. قلت سبحان الله اللي طلعنا من دي زاء يعني صاحب الحوت، ان زاء يعني صاحب طلعك من الظلمات اللي يعني زاء النون يعني نقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اشاره على طول اللي انا نذكر ربنا لا اله الا يعني انت يعني اللي نفهمه عمي ماهر ان انت من كتر ذكر ربنا بتلاقي الحاجات دي صدفه معاك. واشارات لاشياء معينه اللي هي ايه الاشياء المعينه الثانيه؟ يعني انا بنذكر كذا، نعمل كذا، نبتعد عن كذا. في حتى تانية توجيهات ياما ما ينفعش انا نقول عشان الموضوع دي خاص بلفظ جلاله بس واسم سيدنا محمد عليه السلام. يعني انت ده الزلط ده الحجار الثانيه مكتوب على حد ثاني كاشارات لي او بتلاقيهم صدفه او تحذيرات مكتوب على كده خاصه بيا. قلت لي ان الناس المغاربه بيحاولوا يتواصلوا معاك ومفكرينك بقى ان انت حاوي والطريق اللي هو الطريق مش صحيح طبعا. لا هم تعبانين، هم طبعا سلوك العلم الغيب وكلام من ده والاثار والجن وتسخير الجن. طبعا اللي بيذكر ربنا سبحان الله يعني احنا بنذكر ربنا لوجه الله عز وجل، رجاء ثواب الله عز وجل ورجاء الاخره. طبعا هم طبعا لهم طرق معينه، بعض الكتب اللي تعالى ذكر اسمها طبعا هم بيذكروا برضك ذكر الله عز وجل والقران وكلام من دي للوصول للروحانيات. طبعا دي طريق بالصح، طريق ما هو الصح. تمام.
بقالك 20 سنة دلوقتي يا عمي ماهر أي. بتجمع في الزلط ده، يعني عايزينك بقى تمسك لنا الزلط اللي مكتوب عليه سيدنا محمد ده، يعني ده زلط مكتوب عليه دي الله. بتقولها لا إله إلا الله، دي بتجمع كده لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. آه. طبعا هو مش منقوش ولا حاجة، ده رباني. لا دي رباني، وموجود الزلط اهوت، واي عالم جيولوجي يثبت ان هو منقوش. طب انت بتفهم في حاجات الزلط او عمرها كام والحاجات دي، ولا انت هي حاجات اجتهادية انت شفتها وخلاص؟ احنا درسناها في الدراسة في علم النصف بتاع المعادن والكلام من ده، بس دي عاوز عالم يعني. ما يعني انت هي مجرد صدفة تحاليل. جمعتك بالاشياء دي وانت ما تعرفش حاجة عنها علميا؟ لا هي علميا طبعا الزلط ممكن يجي من البراكين، الكرات الارضيه، كلام من ده حزليات، انما ككتابه وكعمر لا. ملايين السنين يعني. بدرجه العربيه يعني احنا بنقول من اول سيدنا اسماعيل. او يعني دي دليل انها موجوده قبل سيدنا ادم. يعني لفظ الجلاله او الكتابه العربيه موجوده في الارض، في الارض قبل خلق سيدنا ادم. موجوده مع خلق الارض. حد عرض عليك ان هو يشتري الحاجات دي يا عم؟ حد عرض عليك يشتري منك الزلط والحاجات دي؟ عندي اعز اللي انا عرفتها كده. يعني الزلط المنقوش عليه ذكر ربنا ولا اله الا الله ده ميراثك، يعني انت معتبره ارثك. دي اعز شيء عندي. يعني انا الحمد لله يعني الفقر فقر النفس مش الفلوس. ماشي، دي اعز عندي. لا نقول نبيع، ما نقدرش نقول لك انا نبيع الجلال، ما نقدرش. دي اعظم من الكلام. دي بتحتفظ بيها لنفسك؟ عندي ما شاء الله عدد ياما جدا، اكثر من ياما. يعني انت عم ماهر دلوقتي شعورك ايه في البيت مثلا والحاجه دي موجوده معاك؟ انا عندي دي، لو لقيت حاجه ثانيه نحس اني مبسوط. دي احتار خط، يعني احتار ايه، رابط بيني وبين الله عز وجل. يعني نحس اني قريب من ربنا لما نمشي لقرب الجلال، زي لما واحد بيشيع رساله لواحد ثاني او كان ربنا. يعني انت معتبر ده ان دي رساله من ربنا ليك؟ يعني اللي انا قريب من ربنا، لما نمشي نشوف حد ديت، لما نحرم منها ما نشوفهاش او ما نلاقيهاش نحس ان بعيد عن ربنا. وفعلا بنبقى برضك مقصر. يعني انت حاسس ان الزلط ده حلقه الوصل بينك وبين ربنا؟ لا هي مش كده، يعني دي اشاره بس. يعني الحبيب لما يبقى يكون بيحب حبيبه، صح، بيبعت له رساله، بيدي له اشارات بس يعني ايه، كعلاقه ربط. ماشي، لكن اللي احنا تابعين لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الاول، القران والسنه، دي الرابط الاساسي. شكرا ليك يا عم ماهر، يعني احنا مبسوطين ان احنا موجودين مع حضرتك، ودي يعتبر حاجه غريبه. الناس كان رد فعلها وقرايبك مثلا، يعني كل الناس عارفه ان انت عندك الحجر ده؟ يعني واحد يقول لي دي فين اهم حق، دي صور ده انت جايبها من على النت، ده معمول، ده كلام من دي، فين الجثث؟ كان في ناس جات لك عشان تشوف فعلا انت عندك الزلط ده ولا لا؟ في ناس ياما جم شافوه، بس ما كانوش مصدقين عليه، بس كده يقول لك ده معمول. وفي واحد يعني انا عايزك تقرب للكاميرا شويه تقول لي، واحد طالب جدا يعني يقول لي يا عم ده العفاريت اللي جايبينك الزلط دي مش منقوش يعني من نكت الشياطين، هتجيب ادله ماديه للناس عشان تؤمن بربنا. شياطين يعني هو من تفكيرهم التعبان، يقول الجن اللي يعني ازاي شيطان يعني الناس انت يعني الناس اتهمتك ان انت فكروا الجن اللي بيجيبها. لما يجيب فلوس ما يجيب ذهب، صح ولا لا؟ هيجيب لك حاجه مكتوب عليها الله ليه يعني؟ يعني شيطان او غيره، يعني الجن اللي بيسخر ما بيبقاش مسلم. المسلم ما بيسخرش، ده معلومه الشيخ شعراوي قالها يعني. ماشي، لكن ما فيش شيطان يجيب دليل مادي على ان الله عز وجل واحد، لا اله الا الله. لا اله الا الله يا عمي، لا اله الا الله. شكرا ليك. شكرا ليك عمي. يعني زي ما حضراتكم شايفين ده الحجر، عم ماهر بيلاقيه حجر مكتوب عليه لفظ الجلاله الله، ويعني بيلاقيه كده هو ماشي في الشارع كانها يعني رساله ربنا بيديها له، مكتوب بكلمه يعني لفظ الجلاله الله باكتر من طريقه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الاول، وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني مكتوب عليه الاسم اهو، اسم سيدنا محمد، كلها اشكال واحجار، يعني زلط مكتوب باكتر من طريقه كتابه.